والذي يتيح بدوره للمريض الحصول على تذكرة رقمية تمكنه من الخروج من الخدمات الصحية. أجدد الترحيب بهؤلاء المشاركين، ونأمل أن يجيبوا الإشكالية التي يطرحها الملتقى. نأمل أيضا أن يشخصوا واقع القطاع الصحي في ولاية الشام، وأن يبحثوا عن الآليات والأدوات الكفيلة بحوكمة أكيد هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا، موضوع الساعة اللي يحتاج إلى معالجة كبيرة جدا، واللي تشرفنا فيها بحضور أساتذة كبار وحضور كذلك القطاع العام والخاص ممثلين في مدراءهم، ممثلين في أطباء مختصين من أجل معالجة أهم التحديات والعوائق التي يمكن أن تصيب أو التي تصيب وليس يمكن التي تصيب المنظومة الصحية في الجزائر خصوصا، ومحاولة وضع النقاط على أهم السبل لتجاوز هذه العقبات والتحديات بطبيعة الحال. فكان هذا المجموعة من المحاور، مجموعة من الأبعاد السياسية والاجتماعية والبيئية. إذن قطاع الصحة يحتاج إلى الكثير من التدخلات، سواء على مستوى الآراء المختصين الجامعيين، وأيضا على مستوى القطاع ككل، أي على مستوى وزارة الصحة، خاصة وأن الوضع الراهن وما نعيشه من تحديات على الصعيد الدولي وأيضا على الصعيد الوطني تحتم علينا عقلنا تسيير هذا القطاع. الدولة الجزائرية خلات هذا القطاعين متكاملان، ولا بد أن يكونوا متكاملان أو متكاملين بأتم معنى الكلمة، ليس كلام فقط، لأن القطاع العام يكمل الخاص والخاص يكمل العام. لا بد أننا نعطي حرص كبير للتكوين.